حكومة تصريف أعمال مسؤولياتها محدودة بتمشية الأعمال اليومية الضرورية اللي لا يمكن بأنه تأجيلها. أما مسألة بأنه التعيينات أو الدرجات الخاصة فأصلا المتظاهرين هنا يعني متظاهرين ضد مسألة بأنه توزيع ضمن محاصصة وضمن مناطقية، زين، فيجب إيقافها باعتبار بأنه هي يعني إذا نتكلم عن خلق الدستوري، زين، أيضا هي باعتبار خلق الدستوري. احنا كمتظاهرين حابين من الحكومه يعني يوضحون لنا، ما نعرف شنو المشكله حاليا. قالوا دخلنا فراغ دستوري وحكومه هي حاليا يعني رئيس وزراء مستقيل حاليا وما موجود رئيس وزراء، زين، هي حكومه تصريف اعمال، نريد نعرف هاي القرارات اللي جاي تصدر حاليا والامور الرسميه من تعيينات وكذا، هل هذه هي الامور قانونيه؟ هل الامور اللي جاي يصدرونها كلها هذه هي بشكل شرعي او شكل مخالف للقانون؟ أعلن معتصم ساحة الحبوب في مدينة الناصرية رفضهم الاتفاقية الصينية التي وقعها رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي. المتظاهرون أكدوا أن هذه الاتفاقية فيها هدر كبير للمال العام وستؤدي إلى تدني مستوى الاقتصاد العراقي. نرفض رفضا قاطعا الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء مع الصين، لأن هذه الاتفاقية راح تجوع شعبنا لمدة 50 سنة وتضرر اقتصادنا الوطني، وهذه الاتفاقية نرفضها رفض قاطعا، لأن هاي لها مردود اقتصادي على شعبنا وعلى مشاريعنا التنموية. هذه الاتفاقية تصير مرفوضة بما مرفوض رئيس الوزراء والبرلمان لا يمثل الشعب، وأن الاتفاقية لا تمثل الشعب والبرلمان لا يمثل الشعب ورئيس الوزراء لا يمثل الشعب. إن شاء الله تجي حكومة قادمة رئيس وزراء مستقل يسوي هو الحكومات وتقاعد مع الدول على الشركات في العالم، وهذه كلها مرفوضة. احنا هذا المطلب مال الاتفاقية الصينية احنا رافضينه، لان بيه هو شغلات سلبية على الشعب العراقي.